شو قلت لك عنين؟ شو قلت؟ مثل ما سمعتم يا بعدنان، الفرنساوية رضخوا لمطالب أهل الشام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لك ما عم صدق أماني، ما عم صدق أماني. نعم يا بعدنان، صدق صدق وكتر كمان. واسمعوا من الخبر شي خبر، أكيد هلا بدي أعرف. وتحرك علي، وتحرك علي. ما بصير على المحاكم يا اخي ناصر، مو صح. لك ليش يا ابو العباس؟ ما كل اهالي الشام نكبيرون لصغيرون رايحين على المحاكمه. لك يا اخي هذا الفرنساوي انا خابزه وعاجنه عيدي تنتين، جماعه غدارين وما لهم امان، وخايف هالقصه كلياتها تكون ملعوبه بملعوب لحتى يختلوا فينا. حكي ابو العباس درار، والفرنساوي ما بيتامل له ابدا. لذلك اخي انا عاطي مهله، صدقوا وفوا بوعدهم كان به، ما صدقوا ساعتها لنا حكي ثاني. راحتكم، السلام يا شباب. سلام يا الله معك، امنوا له الطريق يا رجال. يلا يا رجال، وزعوا. ابو العباس، انا برايي الرجال يكونوا عن ندها. هو هيك. رايح اطمن عليها. يا اهلين وسهلين، اهلين وسهلين فيكم، بشرتونا. الله يبشركم بالخير بجاه الحبيب محمد. هذا الخبر حقه مصاري يا جماعه. مشان هيك جينا لعندكم انا سيدنا شيخ عمر لحتى نبشركم هالبشاره. لك اهلا وسهلا، انست وشرفت شيخنا، اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا مختار. بس قبل ما تاخذنا الفرحه يا اخوان، ما بدنا ننسى بالمعيه ابلاغ اهالي الشام ورجال السياسي لحضور المحاكمه. ايه ولا يهمك، هاي شغله بسيطه. ايه نعم، شغله بسيطه ولو. هلا نزلوا الفرنساويه لمطالب اهل الشام ولا ما نزلوا؟ نحن شو بدنا بهالسيره؟ شو هالحكي خالتي؟ هذا اللي سمعتيه. من اليوم ورايح طلع من البيت ما عاد إلك، عم تفهمي؟ كمان؟ إيه كمان، لأنه إذا بيصير لك شي كاينة لا سمح الله وبيجي عمك ما بيلاقيكي بالبيت ليقيم قيامتي وقيامتك لك خالتي. إيه بس أنا اللي كنت عم بطلع مظاهرات مشانه بيكون رفيقه لعمي الروح بالروح. شو هالحكي؟ لك إيه، أبو طالب الله يفك أسره يلي بزمناتنا كنا من نروح أنا وياكي وتيتي نزورهم ببيتهم. اسمعي، لا أبو طالب ولا أبو غالب طلع من البيت ما عاد فيه، عم تفهمي؟ حتى كار الخياطة ما بقى في تعليم من أساسه، لأنه حضرتك دايرة من قرنة لقرنة بالمظاهرات وأنا وعمك أبو حسان قاعدين على نار. ليش؟ بدون ليش. يو باظت أعصابنا بغيابك يا بنتي. يا عمي، خالتك أم حسان عم تحكي هالحكي من خوف عليكي. إيه من شو خايفين علي؟ كل أهالي الشام عم يطلعوا بالمظاهرة. نحن مأمنين عليكي بغياب عمك، والأمانة صاحبي. خالتي والله أنا تعلقت روحي بمريم وصالحة، كيف بدك تحرميني منهم؟ هلأ تعودتي ولا ما تعودتي؟ اسمعي كلامي يا بنتي ولا تجائريني، وبكرة لما بيجي عمك بالسلامة احكي له شو بدك وساوي كل شي بعلمه. والله رح يصيبني داء الفالج من فوران قلبي عليكي. كلام خالتك مزبوط، لما يجي عمك بتاخدي إذنه وبتروحي وين ما بدك. أنا بس عم ذكرك، إحنا ليش أجينا لهون؟ أنا بعرف تماماً شو عم بعمل، وكل اللي بتمناه منك تتركيني أعمل اللي بشوفه مناسب. واللي بتشوفه مناسب هو إعادة محاكمة مجرم. كاميليا، رجعنا لنفس الموضوع. أبو طالب مو مجرم، أبو طالب ضحية. مو أنا اللي قلت عنه مجرم، انت يلي اقنعتني انه ابو طالب مجرم، وانه لو هو اعترف على اسماء المخربين كنا نحن سيطرنا على دمشق. كاميليا، المساله صارت اصعب واكبر من ابو طالب. ابو بعرف، بعرف انه المساله اكبر واعقد من ابو طالب. بعرف انك تغيرت، بعرف شو اللي غيرك ومين. مريم كان لها أثر كتير كبير، مش في إنفهم.
بفهمك وبفهم الصراع اللي عم بتعيشه، بس من واجبي ذكرك انك على مفترق طرق. لا لا ابدا كاميليا، انا ما تغيرت ومريم ما لها علاقه، انا بس عم شوف الحقيقه، والناس هدول اللي كنا مفكرينهم بهايم وجايين نطورهم ونغيرهم طلعوا امي الى جذور وتاريخ عظيم. وهيك امي كاميليا ما فيك تغيريها من خلال صراعنا بالحروب والقتل والدمار، عم تفهمي؟ تابوكو شو جاي؟ كاميليا بترجاكي تفهميني. كيف بتطلب مني اني افهمك؟ شو بدي افهم؟ انه اخي الكولونيل الفرنسي يلي جاي لهون ليعمل واجبه الوطني ما بعرف شو صار لعقله؟ ما بعرف كيف عم بيفكر؟ كاميليا a changé ma vie. Vraiment, il mérite tout le respect. يا صالحة بنتي، يا صالحة. خير خالتي؟ إلك عندي مفاجأة رح تحبيها كتير. شو هي؟ حسيري شو لقيت لك. شو؟ طوقي. توبريني يا خالتي توبريني. وين لقيتي؟ هون جنب التنور. ما بتتخيلي قديش فرحتيني، هي من ريحة الغالي. الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. يلا فوتي ارتاحي. سلم إيديكي. يا مصالحة، حلفتك بتراب أختك وش السعد، بتسلمي لي على أبوك وبتقلي له إني ما نسيته ولا رفض عني، وإنه هو ساكن بقلبي وبروحي، وإني مستعدة استنى العمر كله. وطالب بهاليومين جاي على هالدنيا، وإن شاء الله بيمسكوا هيك بإيديه وبيقدم بإذنه. شو عم بقلك أمي؟ من عيوني يا عمو، من عيوني. مشان الله يا خالي، مشان طولي بالك، مشان اللي ببطنك. أمي الله يخليكي ريحي حالك، ما بدنا نروح نحن خايفين عليك. يلا يا جماعة رح نتأخر. الله معكم أمي، روحوا. ديري بالك على حالك. الله معكم أمي. شريف. الله معكم، مع السلامة. مع السلامة تقبروا قلبي. يا عمو، سلمولي على الغالي. سلمولي على الأمير. سلمولي على أمي الأجاويد. جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا عباس. ورا الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرز بالذهب والفضة.